أخبار الصحة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالية تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال شهر ديسمبر من العام 2015 بلغ 657 مليون و 243 ألف جنيه. تم من خلالها علاج 278 ألفا و865 مريضة. وفي سياق متصل، وافقت وزارة الصحة والسكان على إدراج العلاج بالدعامات الدوائية ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة.